يقول فضيلة الشيخ: نحن نجتمع يوميا في استراحة ومعنا شاب كبير في السن يحلق لحيته باستمرار، وإذا قلنا له حلق اللحية حرام قال لا يوجد دليل صريح لتحريمها ويحاجنا بهذا الكلام، ولم نقدر الرد عليه نظرا لاحترامنا الشديد له لأنه أكبر منا، علما بأن هذا الشريط سوف يسمعه بإذن الله وهو الآن جالس معنا في هذا اللقاء ونحن نحبه ونشفق عليه، أفدنا جزاك الله خيرا. جزا الله الجميع خيرا. والرجوع إلى الحق فضيلة، لا شك أننا لو خيرنا الإنسان بين طريقين، طريق المجوس وطريق النبي، ماذا يختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي. النبيون وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتخذون اللحى، والمجوس يحلقون اللحى، فاختر لنفسك أي طريق أي شيء. ولهذا لا نرى لأحد عذرا بعد أن يتبين له الحق في العدول عن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق المجوس، خالق المشركين، وفر اللحى، وحف الشوارع. وهذه عادة الناس من قبل، ولم نكن نعرف أن أحد يحلق لحيته، بل قالوا لنا إن بعض الولاة الظلمة يعذر الإنسان بحلق لحيته، يجعل ذلك تعزيرا. ونص العلماء رحمهم الله في كتاب التعزير أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية، مما يدل على أنه كان ديدنا لبعض الولاة الظلمة. فكيف الآن الإنسان يخسر مال، يخسر مالا في حلقه، ويخسر أهم شيء أنه يخسر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. فنرجو لأخينا هذا الذي تحترمونه، نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يعفي لحيته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته.